لما حسينا انه البنايه كلها عم تهز فينا، كل السكان البنايه نزلوا على الشوارع وصار رعب وخوف يعني بكل السكان، كل الاعزاز صارت تخاف ونزلت، ما ضل حدا شايف الوضع. اذا ضلنا عم نشعر بالخوف وعم يصير هزات ارتداديه او هيك شيء، راح ندور على خيام مأوى نقعد فيه ايواء لبين ما يهدى الوضع ان شاء الله. وقت الزلزال كل العالم صارت تصرخ خوف يعني ورعب، والعالم صارت تبكي وتصرخ ونزلوا ما بيعرفوا كيف نزلوا. والله يا خي كنا باركين بأمان الله، وعاساس نقوم والله صلي العشاء ما حسينا اللي صارت الأرض تروح وتجي فينا. إيه بيطلعنا رقد والله، مو نحنا بالطابق الأرضي ما يعني شلون طلعنا ما نعرف والله، يعني صاير فوقنا 4 طوابق كمان، يعني عم نخاف إنه يصير فينا مثل العالم اللي راحت يا عيني تحت الأنقاض.